بسم الله نبدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. آيات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها عليكم الطفل زكريا محمد من أبطال 57، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يغذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. رب نسألك الصحة والستر والموت على الإيمان. يا رب نسألك الصحة والستر والموت على الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد. شكرا للجميل البطل زكريا محمد، وده هو بطل بينتصر على نفسه وبينتصر على مرضه، وان شاء الله هينتصر زي ما مصر هتنتصر بإذن الله في حربها ضد الإرهاب. النهارده يوم مختلف، يعني احنا لو رتبناه كده ما كناش عرفنا نرتبه، بالروح دي بالنجوم دي بالأبطال دول حقيقي. وهو يوم استثنائي في حياتنا مصر، وهي بتحارب لازم شعبها يكون صاحي وواقف في ظهرها. الكلمة الآن للدكتور عمرو عزت سلامة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني يسعدني ويشرفني ان انا ارحب بحضراتكم جميعا في مستشفى 57-357 في دوار 57-357 دوار الثقافة والفن. أهلا وسهلا بكم. احنا النهاردة في مظاهرة وطنية جميلة جدا، برحب فيها بحضراتكم جميعا، برحب فيها بالمتحدثين الرئيسيين عندنا النهاردة، الأستاذ الدكتور حسن راتب رجل الأعمال الوطني الشريف، يعني لحسن حظي ان انا يعني التقيت وعرفت الدكتور حسن راتب منذ سنين عديدة وطويلة، وكلها الحقيقة كانت في فترة التعارف ديت عرفت فيه
سمات طيبة جميلة جدا أنا مش هتكلم عليها، لكن أحب أقول لكم أنه فعلا رجل مصري وطني مخلص للنخاع. وبرحب طبعا بالأستاذ الدكتور إبراهيم الكاتب الكبير والكاتب الوطني الغيور الأستاذ الدكتور إبراهيم شلبي المتحدث في هذه الجلسة. برحب بحضراتكم جميعا. أنا اللي يقف هنا مكاني ويشوف هذا المنظر المبدع الجميل، أبنائنا من القوات المسلحة طبعا بقيادتهم موجودين معانا النهاردة، شرف كبير انهم يبقوا موجودين معانا، بالإضافة إلى أبنائنا من كليات الجامعات المختلفة ومعاهم أساتذتهم إن هو موجودين معانا، أهلا وسهلا بكم. برحب بالقطع بضيوفنا الكرام فنانين مصر العظماء اللي موجودين معانا وبيشاركونا هذا الاحتفال وهذا الملتقى الثقافي المبدع. أنا مش عايز أقول أسماء كلها، لكن يعني موجودين قدامنا ومعانا يعني الأستاذ سمير اسكندراني، سميرة هانم موجودة، دكتور محمود أبيل، أسماء يعني كلها يعني أستاذة وفاء عامر، أستاذة دينا بوسي شلبي، الأستاذ محمد الغيتي، معانا الأستاذ طارق علام، ومعانا أخويا وصديقي العزيز حازم عطية الله، واهل وطبعا المتحدث الرسمي الاسبق، اهلا بيك استاذ سمير، اهلا وسهلا محمد سمير، اهلا وسهلا استاذه فريده الشباشي كمان، اهلا بيك يا فريده هانم، اهلا وسهلا. برحب بحضراتكم طبعا ممثلين الدين الاسلامي، الشيوخ الاجلاء العظام الموجودين معانا، برحب بيكم كلكم فرد فرد في هذا الملتقى عن أو في دوار 57-357. وأنا عايز أبلغ حضراتكم يعني أو أقول لكم أن أنتم موجودين في مؤسسة وطنية، مؤسسة وطنية 100%. هذه المؤسسة قامت على أكتاف وبتبرعات وبمجهود المصريين على مختلف طبقاتهم، على مختلف أعمارهم، وعلى وكل يعني انا ما بفرقش الحقيقه في امور اخرى، لكن بقول بكل طوائفهم بكل اعمارهم زي ما قلت، من اول طلبه المدارس لغايه يعني اكبر حد في الدوله. فالحقيقه اهلا وسهلا بيكم هنا، ده يوم جميل، دوار 57-357 بيهدف الى زي ما بقول فكر وثقافه وفن، انما مش بس كده، احنا هدفنا في 57-357 القضاء على مش سرطان المرض فقط، انما سرطان المرض، سرطان الفقر، سرطان الجهل. احنا بندعو الى، وانا يعني كان لي حظ ان انا احضر عدة ندوات ثقافية وصالونات ثقافية بيقوم بيها الدكتور حسن راتب. الحقيقة احنا هدفنا هنا ان احنا نرجع مرة تانية ان يكون لدينا في مصر عدة ملتقيات ثقافية وعدة نتبادل فيها الآراء ونحيي المجتمع المصري فكرا وثقافة وفنا وعلما مرة أخرى إن شاء الله، في ظل ما يحدث من تقدم ورقي داخل مجتمعنا. احنا بنشوف النهاردة الحمد لله مصر ماشية في طريق تقدم، مصر ماشية في طريق متميز، مصر بتقضي على الإرهاب، مصر بتعمل بنية أساسية، مصر بتعمل مشروعات قومية كبرى. احنا محتاجين ان احنا كلنا نلتقي مع بعض باستمرار في مثل هذه الملتقيات زي دوار 57-357 علشان نبني مع بعضنا بلدنا ان شاء الله. بحييكم مرة اخرى وبتمنى ان شاء الله ان احنا نستمتع مع بعض بهذا الملتقى الثقافي دوار 57-357. اهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا 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 شكرا. خلوني يعني اما اتكلم بعد الدكتور عمرو عزت سلامه هيبقى كلامي شويه يعني ايه محتاجه افكر في كلام تاني اقوله. الحقيقه الدكتور عمرو عزت سلامه يعني كرئيس لمجلس امناء مؤسسه 57 بيقدم نموذج اخلاقي. احنا في هذه المؤسسه فعلا بنقدم لمصر نموذج علمي ونموذج اخلاقي وطني. احنا هنا بنحارب زي ما جيشنا العظيم بيحارب، بنحارب الجهل والفقر والمرض وبنحارب السرطان، هم كمان بيحاربوا سرطان، هم كمان بيحاربوا سرطان الارهاب وسرطان اي واحد يبص ويقرب على حدود مصر بكل تفاصيلها وكل حدودها. اهلا وسهلا. احنا اخترنا ليه هذا الصالون واخترنا ليه ضيوفنا؟ اسئله لازم احنا نبقى عارفينها يا جماعه. فكره الدوار المره دي يعني ايه معنى الوطن؟ مصر بتحارب، مصر بتشارك. يعني ايه معنى الوطن؟ كلنا عايزين نرسي هذه الايام مبادئ وقيم الولاء والانتماء لشعبنا العظيم. الشعب لازم يكون موجود، لازم يكون عارف، لازم يكون موجود في المشهد ويكون عارف جيشه بيعمل ايه، بلده بتعمل ايه. عشان كده النهاردة اخترنا انه دكتور حسن راتب والدكتور ابراهيم شلبي، لانه الدكتور حسن راتب اللي يعني انا كنت نفسي بسأل طول الوقت، تعرفين هو عامل مشروعاته كلها في سيناء، يعني هو كمان كان بيحارب وهو عامل مشروعاته في سيناء. انا حقيقي معلش سامحني يا دكتور حسن وانا بقول هو ازاي الراجل ده كده، يعني ازاي الراجل ده عامل مشروعاته كلها في سيناء واللي هيعمل له شقه هناك ولا اصلا عامل له بتاع دي كده خايف عليها، حاله حب ولا حاله وطنيه؟ الحقيقه احنا عشان كده كان لازم نعمل الصالون ونتكلم عن هذه القيم ونتكلم عن التنمية ونتكلم عن بلدنا. انا بسيب الكلمة الان للدكتور حسن راتب رجل الاعمال الوطني العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذنا الدكتور عمرو سلامة، ونحن في رحابك وفي ديار عمل أقل ما يقال فيه أنه تجسيد لدور المجتمع المدني، تعظيم لدور الوظيفة الاجتماعية الرأس المال، حالة من المشاركة الاجتماعية من وجدان متحرر. هو ده المجتمع، هي دي مصر، هي دي أبناء مصر لما تتجسد في حلقة رمزية مثل هذا الكيان. فتسمحوا لي أن أحني رأسي إجلالاً وإكراماً وتقديراً لكل من شارك في هذا العمل، شارك بمال، شارك بجهد، شارك بفكر، شارك بفن، أو حتى بفرحة، فرحة من داخله لعمل طيب قادر على أنه يحيي أمل في نفوس أطفال، في نفوس مرضى، في نفوس ناس محتاجة، أو فرحة في نفوس الأطفال نفسها حينما يأتي إليهم بتحديد نوع من البهجة لهم. عايز أقول كلمة صغيرة تحت زعم إذا زادت المعرفة قلت العبارة، لكن أنا مفعم بأحاسيس كثيرة، وكان الاستهلالة بتاعت الكلمة بتاعتي ادهالي الطفل الصغير اللي كان بيقرأ القرآن. هذا الطفل الجميل الذي يعبر بكلماته ومفرداته وطريقة نطقه للآية، أحسسني أن هذه أعظم استهلالة وهذه أعظم بداية، لأننا الكلمة فيها ثلاث رمزيات، رمزية منهم الآية حددتها. هذه الرمزية سورة التين والزيتون، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
بالصدفة احنا عايشين النهاردة في أزمة كبيرة قوي عايشها جزء عزيز قوي علينا وعلى وجدان كل مصري، وهي أرض سيناء. شهدت نوع من الإرهاب، شهدت ما يطلق عليه أهل العلم وأهل الذكر خوارج الزمان، وقال فيهم سيدنا رسول الله إنهم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار خوارج. وللأسف أصبح جيشنا بيحارب حرب مقدسة. لماذا هذه الحرب حرب مقدسة؟ التين والزيتون وطور سنين، أتدرون ما التين وما الزيتون وما طور سنين؟ التين والزيتون كناية عن أرض فلسطين، وأرض فلسطين يعني بيت المقدس، وطور سنين هي سيناء صريحة جاءت كما جاءت في كتاب الله، والبلد الأمين كناية عن مكة المكرمة. يعني ربنا أراد أن تكون سيناء وسطية بين بيت المقدس وبين البيت الحرام، لأن بيت المقدس هو أرض فلسطين والبيت الحرام هو مكة المكرمة. انظروا إلى هذه المعاني، انظروا إلى قدسية هذه المكان. وفي سورة الإسراء حينما قال المولى عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كثير من العلماء فسروا كلمة حوله أنها أرض سيناء، هي ممشى الأنبياء، هي ممشى عيسى عليه السلام في رحلة العائلة المقدسة، هي أيضا الأرض الذي كلم الله منها موسى تكليما، وهي قبل هذا وبعد هذا أرض الأنبياء وأرض المرسلين. ولذلك أقول لكم أن مصر الآن تخوض حرب مقدسة ضد خوارج هذا الدين وضد التطرف وضد الإرهاب. تسمحوا لي أن نحيي معا كل قائد، كل جندي، كل رجل يقف في هذا الميدان ليحرر أرض سيناء من دنس هؤلاء المجرمين. إنها لحظة، لحظة حاسمة قيد الله لها زعيم، لحظة حاسمة قيد الله لها زعيم لكي يتحمل هذه المسؤولية أمام الله أولا وقبل كل شيء، وأمام الأمة بكل فئات مجتمعها، وأمام الأرض المحروسة، وأمام كنانة هذه الأرض الطيبة التي أكد الله في كتابه الكريم وذكرها 5 مرات بالميم والصاد والره. مكة على قدرها، وهي مهبط الديانات، ذكرت 2 مرات، مرة مكة ومرة ببكة. المدينة على قدر عظمة ساكنها سيدنا رسول الله، ذكرت 2 مرات، مرة المدينة ومرة يثرب. أما مصر تذكر بالميم والصاد والره 5 مرات، وتكسر أكثر من 20 مرة بالإشارة. طور سنين ما هي سينا، مصر. أنا عايز أقول قد إيه قدسية هذه الأرض. فنحن ندعو اليوم إلى كل جندي، إلى كل قائد، إلى زعيم هذه الأمة الذي قيده الله لكي يتحمل مسؤولية تحرير هذه المنطقة الطاهرة المطهرة من دنس الخوارج. وأقول خوارج لأنهم خرجوا عن الدين. لا يمكن ديننا أن يحكم بسفك دماء ولا بزهق أرواح، لا يمكن يكون دين الذي جاء به محمد بن عبد الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الدين يسفك الدماء ويزهق الأرواح بهذا الشكل؟ والله لا. إن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس وما جاءوا لسفك دمي، جهل وتضليل وأحلام صفصفة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب على الدنيا أجدى من السلم، والشر إن تلقاه بالخير دقت به ذرعا وإن تلقاه بالشر يحتسبه،
إليك أيها البطل يا من تثبت في الميدان الآن لتحرر سيناء. الشر إن تلقاه بالخير دقت به ذرعا، وإن تلقاه بالشر يحتسب. الله معكم وأيدينا معكم وقلوبنا معكم وحناجرنا ترفع أصواتها بالدعاء لكم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ويعود إلى هذه الأمة أمنها وسلامتها على قيدهم جميعا. أنا الحقيقة أحب رحب بأبنائي بجامعة سينا، ده أحد الرموز الطيبة. أما الرمز الثاني ورحب بأبنائي بتوع التعاون مع التعاون، ولابد أن أرحب بكم جميعا. النهاردة كوكبة جميلة جاءت إلى هذه المنطقة، جاءت إلى هذا الصرح الذي قيل عنه أنه دوار. كلمة جميلة قوي يا دكتور لما حضرتك قلت دوار، الله عليك، فعلا دوار. عارفين الدوار ده بيطلق على دوار العمدة، بيطلق على موروثنا الثقافي وموروثنا الحضاري وموروثنا البيئي اللي موجودين فيه. ولذلك اختيار كلمة دوار اختيار صادفه التوفيق، صادفه التوفيق في كل ما أوتي، وأن يكون الدوار صالون ثقافي النهاردة فهذا شيء جميل نحن نحبه ونقدره، ومن أجل هذا كانت ممشانا ومسعانا إلى هذه المنطقة. الرمزية الثانية أننا نواجه مجموعة من التحديات كبيرة، وحينما الأمة تواجه مجموعة من التحديات نجاح الأمة يأتي من استنهاض أهلها كلها، استنهاض فئات المجتمع كلهم بأساتذتها بعلمائها بأبنائها بشبابها بشيوخها حتى بأطفالها. كل إنسان يحاول أن يبدع ذاته وأن يخرج ما عنده في إطار من التضحية والإيثار وإنكار الذات. هو ده اللي احنا المعنى النهاردة، الرمز الثاني اللي احنا بنحاول ان احنا نتكلم عليه وننادي بيه جميعا، هي دي الرمزية الثانية المهمة. رمزية ان احنا امام تحديات ضخمة، مش بس تحديات جوه، تحديات جوه ومؤامرات جاية من برة، طارة قادمة من الشرق وطارة قادمة من الغرب وطارة أخرى قادمة من الجنوب ومرة أخرى تأتي عبر البحار من الشمال. ونحن سمعنا جميعا ما يحدث بعد أن قيد الله لنا نصرا في اكتشاف بترولي، كيف تركيا تحاول أن تحاك بنا فيما يحدث الآن. هذه كلها أمام تحديات، تحديات أمام قيادة سياسية وأمام شعب وأمام مجتمع، تتطلب مننا أن تتزافر كل الجهود وأن تتشابك كل الأيادي وأن نجتمع جميعا لنلتف حول كلمة سواء. عارفين يعني إيه كلمة سواء؟ يعني إياكم والجدل. هذه مرحلة فيما يطلق عليه قوانين المرحلة الانتقالية، إحنا في مرحلة انتقالية، لابد أن نصطف جميعا على قلب رجل واحد وأن نضع أيدينا في أيدي الزعامة والقيادة وأن نبين للمجتمع أننا نستنهض أمة بحضارتها وبعبق ماضيها لكي تعيد صياغة حاضرها ومستقبلها. أليس هذا معنى يحمل رمزية؟ وجدت هذه الرمزية في تكاتف الأيادي وتشابك الأيادي وتعاظم القلوب كلها في أن تأتي لكي تعمل عمل مثل هذا، العمل برمزيته. لكن عايز أقول لكم على حاجة، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا وليس لهم فيها حسنة. لما سئلوا قالوا كنا نحسن الظن، بلى لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الكلام ده مش بالظنون ولا بالنوايا الطيبة، لكن لابد أن يكون بحسن العمل وصدق العمل. أنا الحقيقة قد إيه النهاردة كنت سعيد وأنا جاي، وكان لازم أقول بشرة، بشرة لأهل مصر وبشرة لأهل سينا، وإحنا أمام مجموعة من المتغيرات
نحن الآن نستقبل أعتاب الآخرة ونودع أعتاب الدنيا، فلنا حينما نودع أعتاب الدنيا أن نستقبل الآخرة بعمل صالح طيب. وأنا أقول لأخويا الدكتور الجميل عمرو سلامة والأستاذ شريف أبو النجا، أقول لهم عايزين نعمل مستشفى تجديد سينا، وأنا أول متبرع بيها، أنا متبرع. وبعد 2018 ما تنتهي عملياتها، وإن شاء الله قريبا نسمع بيان من سيادة الرئيس يقول ويبشرنا بأن العمليات انتهت في سينا وعادت سينا نظيفة مرة أخرى. سيكون أول حجر أساس نضعه مع بعض مستشفى 57-357، علشان أهل سينا ليهم حق علينا في مأكل مناسب ومسكن مناسب وتعليم مناسب وحياة كريمة وعلاج مناسب أيضا. ولذلك هنا ليس فقط السلاح هو الذي يواجه، لكن لابد أيضا الفكر والثقافة. والثقافة ليس مفهومها القاصر وليس معناها الضيق، الثقافة knowledge، مش بس معلومة تاخدها من كتاب مقروء، ولا ثقافة تاخدها من فكرة. الثقافة لها معاني متعددة، ثقافة سمعية وثقافة بصرية وثقافة فن أيضا، الفن جزء من الثقافة المهم الحاكم. ولذلك أنا بقول لكم إن جامعة سينا فرع الأنطرة شرق أول كلية هتفتح فيها كلية الفنون الجميلة بكل أنواعها، مش بس فن هندسي وفن تمثيلي، وأيضا تكنولوجيا الميديا الآن، تصوير والإبداع في التصوير، الإبداع في الإخراج، الإبداع في الديكورات، كل دي أشياء لابد أن نرتقي وأن يعني أن نحاول أن نلحق بالركب المندفع للعالم المتقدم. أنا كنت جاي عايز أشترك بغرفتين ثلاثة، واحدة باسم أولادي وواحدة بشبيه، رأيت أن المسألة ليست هذا فحسب، لكن لابد أن نقيم بصرح جديد على هذا الغرار. قيمة البروتوتايب اللي أنتوا عملتوه مش أنه يفضل لوحده هنا، لابد أن يتعدد في صعيد مصر وفي سيناء وفي أيضا في الدلتا. ده بروتوتايب عظيم لابد أن يتكرر. أشكرك شريف أبو النجا، أنا عارف دورك الجميل اللي أنت عملته. أشكرك رئيس مجلس الأمناء، وأنا لما بشكر رئيس مجلس الأمناء أو شريف أبو النجا ما بقصدش الاثنين في شخصهم، بقصد في ثقافة العمل الجماعي الذي أوجدت قطاع كبير من المتطوعين يعظم دور الوظيفة الاجتماعية لكي ينتقل بهذا العمل إلى هذا المنتج الجيد. أنا أشكركم على هذا اللقاء اللي أنا شخصيا خدت فيه طاقة إيجابية عالية جدا، وإن أنا جبت أبنائي من جامعة سينا عشان يشاركوا ويحسوا إن الأمل لسه موجود معانا، جبت أبنائي من معهد التعاون، وبشكر أبنائي اللي شرفوني من الكلية الحربية ومن كلية الشرطة هم وقادتهم. أشكر كل فنان يعني جاء برمزية الفن الجميل وبعطائه. أنا مرة تانية بسجل شكري واحترامي وتقديري لكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء إننا نخرج من هذا اللقاء بعمل طيب بإذن الله من أجل مصر وفي حب مصر. والسلام عليكم ورحمة الله. طيب شكرا دكتور حسن. شكرا للأستاذ الدكتور حسن راتب رئيس جامعة سيناء.
الأمل انهضوا بمصر الأصيلة، اكتبوا في المجد غنوا احضنوا الدنيا الجميلة، اسبقوا الأيام تمل انهضوا بمصر الأصيلة، اكتبوا في المجد غنوا احضنوا الدنيا الجميلة، اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام تملي اسبقوا الأيام تملي وانهضوا بمصر الأصيلة، واكتبوا في المجد غنوة واحضنوا الدنيا الجميلة، اسبقوا الأيام وعدتوا فوق جسور المستحيل، ابنوا أمجدكم بيتكم يفتكركم كل جيل، اسبقوا الأيام وعدوا فوق جسور المستحيل، ابنوا أمجدكم بيتكم يفتكركم كل جيل، وافتحوا صفحة تاريخكم وانتوا حلاقوا الدليل، افتحوا صفحة تاريخكم وانتوا حتلاقوا الدليل، اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام تملي اسبقوا الأيام تملي وانهضوا بمصر الأصيلة، واكتبوا في المجد غنوة واحضنوا الدنيا الجميلة، ارفعوا للعلم راية زوقوها بالورود، واحرسوها بنور إيمانكم ينكتب ليها الخلود، ارفعوا للعلم راية زوقوها بالورود، واحرسوها بنور إيمانكم ينكتب ليها الخلود، تبتسم ليها الليالي ينحني صدى الوجود، تبتسم ليها الليالي ينحني صدى الوجود، اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام تملي. مساء الخير، انا برحب بيكم النهارده. معلش انا هاخد من وقتكم 5 دقايق علشان موضوع مهم قوي احنا اشتغلنا عليه واكتشفناه اليومين دول، اللي هو موضوع فيتامين دي. فيتامين دي لو قرينا على الفيسبوك كتير بنلاقي ناس بتتكلم عليه كتير اليومين دول. يا ترى ايه اهميته؟ اكتشفنا ان لما دخلنا على النت ودخلنا على السايتس المهمه ان في العالم كله مشكلة فيتامين دي دي موجودة. طب يا ترى ايه مشكلتها وبتأثر في ايه؟ بتأثر كتير على حاجات كتيرة قوي. بنلاقي نفسنا بيجيلنا الاعراض دي من غير ما نحس، يعني بتلاقي ان انا صحية النهاردة عندي اكتئاب ومش عارفة سببه ايه، ان انا صحية طول اليوم عندي وجع في عظمي عندي وجع في عضلاتي، كل الكلام ده الناس اكتشفوا ان سببه نقص فيتامين دي. ابتدينا نعمل الكلام ده وابتدينا في المستشفى بتاعتنا، ابتدينا في المستشفى اشتغلنا لمئة واحد من المستشفى، لقينا 80% منهم عندهم نقص فيتامين دي وكلهم عندهم نفس الاعراض. اللي كان عندهم فيتامين دي المستوى بتاعه طبيعي كانوا ابتدوا علاج. اتكلمنا معاهم وسألناهم احساسكم ايه قبل العلاج وبعد العلاج، قالوا لنا فرق شاسع. في ناس منهم كانوا بيتعالجوا من روماتيزم، في ناس ما كانتش تقدر تطلع السلم كان بيجي لها وجع فظيع،
ابتدوا ياخدوا العلاج وفعلا لقوا استجابة فظيعة. فابتدينا فعلا نتحرك في الموضوع ده، وكان لازم نبتدي احنا نحلل فيتامين دي عندنا. طبعا لقينا ان في اسعار بره، اسعار جامده قوي، ابتدينا احنا نوفره بسعر مناسب جدا. بس ابتدينا كل واحد يعمل لنفسه ويعمل للعيله بتاعته. يعني انا لما عملت لنفسي لقيت الليفل واطي جدا، ابتديت العلاج، ابتديت فعلا حسيت بتحسن كتير في البرفورمانس. مهم بالنسبه لنا هنا في المستشفى، مهم لكل الناس اللي موجودين هنا، بما اننا بنتكلم في حب الوطن، ان انا البرفورمانس بتاعي في خدمه مكاني وخدمه الوطن يبقى مظبوط. فيا ريت، انا بدعو الجميع، احنا فاتحين التحليل ده لاي حد عايز يعمله، ليا، لعيلتي، للشركه بتاعتي، كل واحد عايز يجي احنا ريدي ان احنا نعمله لاي حد بسعر مناسب جدا، وفي نفس الوقت تبقى فرصه ان احنا والعيله بتاعتنا نيجي نزور المستشفى. عايزين ان احنا نساعد في تزويد فيتامين دي، بنتعرض للشمس، اهم حاجه في فيتامين دي الشمس 90%. وبما اننا بنتكلم على سينا النهارده، احلى شمس في سينا واحلى شمس في مصر، فياريت كلنا نتعرض للشمس وفي نفس الوقت نحاول نقيس فيتامين دي. شكرا على وقتكم. كلية الطب للقوات المسلحة بتشارك ضمن المجتمع المدني في جميع الأحداث. شرفت من كلية الطب للقوات المسلحة أن أنا أتوجه في 3 زيارات لمستشفى 57. زي ما اتقال في بداية الكلام من دكتور حسن راتب، إن كانت مصر بتحارب الإرهاب فمصر بتحارب السرطان. زي ما في مؤسسات محترمة جدا في جمهورية مصر العربية بتكافح وهي العمود الفقري للبلد، فمستشفى 57 في اللي احنا لمسناه داخلها من انضباط وتفاني في العمل، بإذن الله هنقول مصر بدون إرهاب، بإذن الله هنقول مصر بدون سرطان بمجهودكم بالكامل. أنا بشكر جميع القائمين على العمل إن هم سمحوا لنا إن احنا نتواجد النهاردة، وبشكر حضراتكم بالكامل على الحضور. أنا هستأذن حضراتكم بس أنقل لكم رسالة من إخواتكم وأبنائكم أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة اللي موجودين دلوقتي بيحاربوا في سيناء، بيقولوا لكم ما تقلقوش على مصر، زي ما 57 بتقول لكم ما تقلقوش على أولادكم، احنا بنقول لكم ما تقلقوش على البلد. الرسالة بتقول شايلين أرواحنا على أيدينا، يا مصر يا أغلى الأوطان، ويا ويل من يقدر يعادينا، هيشوف جاي زي البركان، حررنا ترابك بدمانا، وجيوش العالم عارفانا، وحامينا شباب الصوار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان الندى يوم العبور، جيشنا الجسور، بد الليالي العتمة جوا قلوبنا نور، لما الرجال عبروا القنال، زرعوا الأمل جوا العيال، علموك يا بلدي إن مفيش محال. الله أكبر، قالها جرجس ويا أحمد، قال له هو رب واحد ليه بنعبد، واللي منا مات شهيد، ده مطهر أرضنا، ده محرر مصرنا، عبر الرجال والدم سال، أحمد وجرجس حرروا لينا القنال، صوت الجرس ومعاه أذان. الله أكبر، بحبك يا بلدي، بحبك يا بلدي، ولو خيروني ما بينك يا بلدي وبين نور عيوني، أقول ياخدوا روحي وعمري وسنيني فداك يا مصر، بحبك قوية وصبرة وأبية، ولا في يوم تطاطي وضحي بحياتي فداك يا مصر، بحبك وعمري ما هكبر عليك، وهقبل وهفضل راضيك ما أقبل أبيعك، بعمري وحياتي فداك يا مصر. يا مصر قومي، يا مصر قومي وفرحي بولادك الأبطال، وهبين حياتهم دمهم واقفين في وسط النار، انت الحبيبة أمنا وانت القريبة مننا، حضنك دفى بيلمنا وفي قلب ليل ونهار. يا مصر وقت المحن، يا مصر وقت المحن بحياتنا نفديكي، دم اللي راح واتقتل عمره ما غلي عليكي، وايه أغلى يا بلدي من دم أخويا وولدي أوهبه ليكي. يا مصر قومي، يا مصر قومي والبسي توب الفرح أخضر، يا مصر قومي والبسي توب الفرح أخضر، وتكحلي وتعطري بالمسك والعنبر، وممسحي دموعك، مبروك على رجوعك لولادك الأبطال. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وتحيا مصر 3 مرات. شكرا سيادة العقيد سعيد صلاح، كلية طب القوات المسلحة.
فقرات تانية، لكن اسمحوا لي أخذ المرة دي الدكتور إبراهيم شلبي. الدكتور إبراهيم شلبي طبيب، أديب وكاتب، كل كتابات وطنية في قضايا وطنية. عشان كده ما كانش ممكن وإحنا بنعمل صالون أو دوار ثقافي وطني بيتكلم يعني إيه معنى الوطن ما يكونش الدكتور إبراهيم شلبي بيتكلم فيه. فليتفضل. الدكتور شريف طلب مني ان اطلب يعني ان يا ريت تسكتوا عشان تسمعوني هقول كلام ان شاء الله هيعجبكم. اهلا بحضراتكم وتشرفت بوجودي معاكم جميعا. انا دكتور ابراهيم شلبي طبيب اورام دفعه الدكتور شريف على فكره، وشهدت معاه بناء الحلم ده من زمان، وان شاء الله الحلم بتاع الامتداد ده يكون موجود برضو ونسعد بيه جميعا. الأستاذة غادة ما اتصلت بي عشان أكون موجود معاكم في هذا الجمع اللطيف، فكرت أن أنا أحط عنوان للكلام اللي هقوله زي بداية أو عنوان اللي هقوله. فاللي جاء في بالي قلت إيه؟ قلت الإسلام قلبي ولكن نبضه مصري، وصديقي المسيحية قلبه ولكن نبضه مصري. اللهم صل وسلم على عيسى ومحمد وتحيا مصر. ده الاختصار اعتقد اللي هو في الاخر يعني بيلخص حبنا كلنا وانتمائنا للوطن. انا حبيت يعني كملخص لحب الوطن ان انا ادي مثل لي كمواطن عادي، مواطن مصري عادي، طبيب عنده موهبه ادبيه، ابتدى يكتب. على فكرة ابتديت أكتب فقط من سنة 2013 أيام السنة اللي كان فيها حكم الإخوان، لما لقيت بلدي بتضيع ولقيت إن الدنيا الهوية المصرية بتختفي، ظهرت عندي اللي هي الحاجات الأدب اللي كان كامل كده، ابتديت أكتب. وكان أول كتاب اسمه رسالة إلى الله من مسلم في عهد الإسلام السياسي، ده كان أيام أحداث الاتحادية، وبعد كده أيام أحداث الكاتدرائية كتبت رسالة إلى الله من مسيحي في عهد الإسلام السياسي. كانت الكتب دي يعني هما كانوا كتابين فيهم جرأة، كانوا موجودين في الحكم الإخوان وكان السلفيين موجودين برضو في الخلفية. كتبت بعدهم كتاب تاني اللي هو كان في بهول كرنك محاكمة رئيس، كانت محاكمة للرئيس الإخواني من رموز مصر، سواء كان رموز سياسية أو رموز أدبية أو رموز فنية أو رموز من كل مجالات الحياة. يعني مثلا في بالنسبة مثلا للسادة الفنانين والإعلاميين الموجودين، كان من ضمن اللي كانوا بيحكموه تحية كاريوكا وليلى مراد. في الأدب كان مثلا التبعي الصحفي الكبير، السيدة روزا اليوسف، فاطمة اليوسف. فكان كل دول بيدوروا على اللي هو الجانب من وجهة نظرهم في المصرية وإنه هو إزاي بعد عنه. عملت الكتاب ده، الكتاب ده اتنشر في يونيو والحمد لله ما لحقتش يتقبض عليا وأخش السجن، إنه ما مشيوا في آخر الشهر. بعد كده حصل طبعا أحداث الإرهابية، واهتزيت باللي شفته من ضحايا القوات المسلحة خصوصا دفعة 103. ما كنت بتابع الأخبار تلاقي مثلا استشهد، لغاية مرة كان تقريبا في شهر واحد استشهد 4 من دفعة 103 حربية. ابتديت أدور على أخبارهم وقصصهم، لقيت قصص جميلة، الناس حلوين، ناس شباب جمال يعني زي أي حد فيهم، كل واحد منهم له أب بيفتخر بيه، له أم بتعتبره أنه هو نور عينيها، له أخ هو بيعتبره أنه هو عزوته، ولاد شافوهم او ما شافوهمش. فكتبت قصة ال 15 شهيد من الدفعة، دلوقتي اعتقد هم وصلوا 27 دفعة 103، واللي وراهم على طول الدفعة اللي هي بتنافسهم بقى في عدد الشهداء اللي سموها دفعة الشهداء برضو اللي هي دفعة 109، اعتقد ان قربوا على 20 فيه، اول امبارح في 2 منهم استشهدوا. الفترة دي قربتني من طلبة الكلية الحربية وحضرت تخريج دفعة 111 اللي هم اللي قبلكم، ليا مجموعة كبيرة جدا من أصدقائي 103 و101 و109 أساسا، دول بيعتبروني الأخ الأكبر للدفعة
في او الاب الروحي متصل بيهم. بحاول ان انا مثلا يعني على الجانب الشخصي يعني انا بقول الكلام ده ان احنا ايه كل واحد مننا نقدر يبقى لنا رساله في حب الوطن, نقدر يبقى لنا رساله مع الناس. فانا عندي مثلا على صفحتي على الفيسبوك حوالي 1000 من ضباط القوات المسلحه, شباب كلهم صغيرين من الدفعات اللي هي ابتداء مثلا من 101 للي بعد كده. تلاقي مثلا حد يكلمني في التليفون, ابتدينا نتقابل, ابتدينا نتعرف, وبحضر حفلاتهم والفطار بتاع رمضان, واسر الشهداء برضو تعرفت عليهم. الاقي حد مثلا مكلمني بيعيط ان هو في سينا وراجع مصر, قال لي انا راجع قبل ما استشهد, او انا راجع قبل ما اخد بطار اخواتي. فتخيلوا ان هم بيبكوا ان هم راجعين مصر. ومنهم مثلا كان في واحد كان عريس جديد ولسه مراته حامل, المفروض ان هو يفرح ان هو راجع, لا كان بيبكي. والناس دي يعني بالاسامي ممكن اقول لكم اسمائهم. اخيرا في الفتره بتاعت عمليه سينا احد الضباط من دفعه 104 كانت مناقشه لطيفه جدا, قال كل الناس كلنا بنتمنى الشهاده, بس انا شايف ان ده اتجاه غلط, انا مش عايز استشهد. وبقول للجنود اللي معايا لا احنا مش عايزين نستشهد, انا مش عايز ان احنا نبقى انانيين, عايزين ناخد ميزه الشهيد. طب احنا لو كلنا استشهدنا مين اللي هيحمي البلد ومين اللي هيحارب؟ ناخد فضل الجهاد وفضل حمايه وطننا, ولو مكتوب لنا شهاده ناخدها بس ما نطلبهاش. فشوف حضراتكم ازاي وصل الاخلاق والاثار ان هو حتى بيقول لك انا لو ما بطلب الشهاده يبقى انا استمتع بيها, لكن لا بلدي اولى ان انا احميها. يعني دي خلوا بالكم ده شعور معدي. برضو احنا مثلا عاملين صفحه على الفيسبوك لازم على طول بنقول اخبار الجيش, اخبار الشهداء, خليتهم يحسوا ان الشهيد ده مش مجرد خبر وجنازه عسكريه وبعد كده اسم على مدرسه او اسم على شارع. لا لازم ان الشهيد نحس بيه معانا ونفتكره كل يوم ونفتكر تضحياته وتضحيات اهله. شكرا لكم. شكرا للدكتور ابراهيم شلبي, يعني رائع, اديب وطني, نموذج جميل فعلا, احيا رمز مصري اللي هو الشهيد منسي. احنا هنا مهتمين بيه جدا. سياده اللواء محمود خلف اتفضل فن. دكتور حسن راتب او الدكتور المقاتل حسن راتب, هو مقاتل, شخصيه مقاتله. انا بتكلم كلام مسؤول عنه. حضرتك بتقول نستنى الاعلان عن سينا صح؟ حضرتك ممكن تروح بكره وانا مسؤول على الكلام اللي انا عايزه, وانا مسؤول. انا بتكلم مره من الاخر كده بسرعه. في عمليه تاديب وتهذيب بتحصل للي بيقرب من مصر. عايزين نقول القوى الغشيمه. القوى الغشيمه يعني ايه؟ القوى الغشيمه اقتله الاول وبعدين حقق معاه, هو دي القوى الغشيمه. تنظيف حبه رمل. لازم نعرف ان جمهوريه مصر العربيه مربع طول الضلع 1000 كيلو. في ال 1000 كيلو اربع اتجاهات استراتيجيه, اثنين بحر واثنين مع المنطقه الغربيه واثنين عزان, مفتوح عمليات اكثر بكتير جدا من حرب اكتوبر. حجم القوات, الحجم على مدار ال 24 ساعه, الفرنسيين في عمليه كيلوباترا بيتفرجوا احنا عاملين فيهم ايه. فعمليه اللي بيتم دلوقتي, اللي بيتم واحنا بنتكلم دلوقتي, هي الضربه الاخيره والى الابد, لان العمل بالقطعه كارهي مصر كتير. في ناس بتحلم مصر مش سهله قوي قوي, يقول لك ايه اسقط مصر, ما اعرفش ايه, فيش الكلام ده. لو هنسمع البيان اللي هو رقم 12 اللي عمل اربع ايام, احنا بنتكلم على كلام كتير قوي. بنتكلم على 2 مليون قرص مخدرات. ايه ده من ضمن على اللي هو اللي هم متصورين يعني ان هم هينجحوا, يعني هيضربوا في الشباب بتاعنا. احنا بنتكلم على عدد ناهز الالف من القتلى اللي هي الغاشمه بيتحقق بعد كده. بنتكلم على حتى اللي بيتم يعني الامساك بيهم, بيتم اللي هم يعني يتفحص حالتهم بيترك عليه. بنتكلم على سينا. سينا مين قال ان سينا التنميه واقفه؟ احنا عمليات سينا في 3% من المساحه, 65000 كيلومتر مربع, بنشال على 3% فقط لا غير اللي هم في الجزء. للي يعرف سينا هنتكلم من جنوب لمتومية المهدية وجنوب العريش لحد خط الحدود الدولية اللي هي المنطقة الجبلية, هي دي. اما منها لحد نوصل الأنطرة فيش اي مشكلة خالص.
القنوات شغاله، اللي هو الانفاق العمليه شغاله، ما فيش حاجه توقف. ولكن القائد الاعلى للقوات المسلحه صبر ونفد من استخدام العمليات الارهابيه الصغرى وتحملها اكثر مما تحتمل. ما فلوريدا مضروبه وامريكا بتضرب كل يوم، هاوس اوف كونس بنضرب، عمليات الارهابيه في كل حته، اي واحد يطق في دماغه يعمل عمليه فجر نفسه ممكن. صعب قوي العدو اللي عايش معاك، صعب قوي العدو اللي عايش معاك اللي هو اللي انت ما تعرفوش، هو ده اللي صعب. اما العدو اللي هم ديت تم عزله وقطع في البحر. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عمليه، يعني انا بتكلم بخبرتي، انا مستشار في اكاديميه نصر العسكريه، وبعدين انا في سينا من قبل حرب يونيو بالاستنزاف الفيلم اللي 73، فعارفين بنتكلم عن ايه. قرار القوات المسلحه تنظيف سيناء ومصر بشكل كامل، بشكل كامل، يعني لاول مره بيتقال هذا التحدي، ان مصر لازم تتخلص من هذا، مش علشان حاجه، علشان ولادنا اللي هم بيسقطوا، وعلشان الحديث اللي هو بيتقال قد يصيب الروح المعنويه، ولكن عجل التنميه ما قدروش يجوا ناحيتها. نحن نتكلم على مصر، نحن نتكلم على القوات المسلحه المصريه، اقوى قوه في الشرق الاوسط، عاشر اقوى قوه مسلحه في العالم، ثالث قوه بريه في العالم. نفتح fireboard.com عشان تشوفوا الستاند بتاع القوات المسلحه المصريه. فالمساله نحن نؤمن الملاحه البحريه من باب المندب، كنا بنتكلم على البحر الاحمر بدءا من باب المندب، القوافل بتخش 3900 كيلو بيعدوا من باب المندب، بيقطعوا 3900 يخش على القناه تستلمها القوات البحريه في سفاجه. احنا بنامن الممر ده بيمر منه على مدار اليوم، احنا بنتكلم على مليون وكسور برميل، لو تم تعطيله معناه ان اوروبا تطفي. مصر تساهم في هذا الامر، بتامن الملاحه العالميه، نحن قوه سلام. ليبيا دي مشكله ومصيبه كبيره، حدودنا 1200 كيلو، هي اكبر من مصر، بتورط بوابه من افريقيا علينا، نجحنا ان احنا يعني نحافظ على البلد دي ما تنهارش، بنساهم في السلام العالمي. اخر حاجه اللي انا بتكلم عنها الكلام اللي اردوغان ده بيتكلم وقال لك قاعد ينط يمين وشمال، احنا تم ترسيم الحدود مع قبرص، نحن في المياه الاقتصاديه لجمهوريه مصر العربيه، محميه بقوه القانون، من سوف يقترب او يعرقل العمليات اللي بتتم او خطط الدوله سوف يتم اغراقه ايا من كان. هو ده كلامه من الاخر. من الاخر مصر بخير، احنا بخير، عاشت مصر واجدع ناس في المنطقه، واي حد هيجي نقطه رقبته. شكرا.
كوكبنا الحياة ليعيش الوطن قد رفعنا الإباء فوق كل المحن ووهبنا الحياة ليعيش الوطن وبأغلى نضال سوف يحمي الرجال ما بناه جمال في خلود الزمن وبأغلى نضال سوف يحمي الرجال ما بناه جمال في خلود الزمن ما بناه جمال في خلود الزمن تحت أعلى علم ودمانا وقود لارتياد القمم نحن أوفى جنود تحت أعلى علم ودمانا وقود لارتياد القمم ما عرفنا المحال حين خضنا القتال عزنا أن يقال مصر أم الأمم ما عرفنا المحال حين خضنا القتال عزنا أن يقال مصر أم الأمم عزنا أن يقال مصر أم الأمم في الطريق زاحف زاحف للأمام شعب مصر العريق شعب مصر العريق سوف يحمي السلام وسيكل الظلام وسيكل الظلام ويطل الشروق سائر في الطريق سائر في الطريق سائر في الطريق شعب مصر العريق الآن لأخويا وحبيبي العميد محمد سمير المتحدث السابق للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هكون سريع بس عشان العنصر الوقت. الأول بشكر مؤسسة 57357 على التظاهرة الوطنية الرائعة اللي احنا شايفينها دي، المكون الوطني الرائع من كل شبابنا اللي موجودين وكل السادة الأفاضل اللي موجودين، حاجة تفرح وتفرح. مصر الجميلة احنا شايفينها قدامنا، وفي نفس الوقت اللي كل أبطالنا بيخوضوا حربهم المظفرة في كل ملي متر في مصر، الحمد لله كل حاجة ماشية في مصر زي الفل، كل واحد بيعمل اللي هو عايز يعمله بالظبط، مش محسسين الحمد لله الناس ان في اي مشكلة على الاطلاق، لان خير اجناد الارض قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى انه يؤدي دورهم على اكمل وجه دون ان نحس الناس اللي فيه مشكلة. انا بس حابب اطمنكم على مصر بحكاية صغيرة قوي نعرف منها ان ليه بلدنا العظيمة ما فيش حد في الدنيا ينفع يقدر عليها. لما كنت متحدث عسكري للقوات المسلحة كنت رحت في زيارة للجيش الثاني الميداني وهو التشكيل الرئيسي اللي قايم بالعمليات في المنطقة بتاعت شمال سيناء. فالساد قائد الجيش حكى لي حكاية بحابب أشاركها معاكم، وأنا ما بدي محاضرة لشباب الجامعات اسمها عناصر بناء الشخصية الناجحة بصر أن أقول لهم الحكاية دي عشان أطمنهم على مصر العظيمة. إيه الحكاية دي بقى؟ قال لي بص يا محمد، بعد سنين خبرتي الطويلة دي كلها أنا زرت أم شهيد ادتني درسين بس اطمنت منهم على مصر العظيمة. قلت له إيه الحكاية دي يا فنم؟ قال لي أنا متعود لما يستشهد أحد ضباطنا أو صف ضباطنا أو جنودنا بروح أعزي أسرته في البيت.
فقال لي ففي مجند كنت بحبه جدا اسمه ابراهيم توفاه الله سبحانه وتعالى في احد العمليات فاستشهد. فرحت اعز اسرته في احد قرى مصر النائيه فقابلت والدته ست طيبه جدا هي للمصادفه كانت مش متعلمه والده انسان مزارع بسيط. فقال لي بقى فبشد على ايديها وبقول لها كلمات الرثاء المعتاده في حاله الاستشهاد. فقالت له يا ابني هو انت بتعزيني؟ فقال لها اه طبعا يا امي عشان الشهيد. قالت له يا ابني هي ام الشهيد بتتعزى ولا بتتهنى؟ قال المفروض يا ابني ام شهيد فمفروض تهنيني مش تعزيني. قال لي ده كان الدرس الاول. وبعدين قال لي قعدت اديت واجب العزاء وانا ماشي فبسلم عليها وبشد على ايدها وبقول لها يا امي ما تأمريش باي حاجه ليك اي مطلب وانا اديهولك. فقالت له اه يا ابني ليا مطلب وحيد عندك. فقال لي فقلت اكيد هتطلب حاجه للاسره وانا متعود لو في حاجه زي كده انا طبعا باديها عرفانا وتقديرا لحق الشهيد علينا. فقال لي تخيل بقى الطلب كان الدرس الثاني. قالت له يا ابني استسمحك اخو الشهيد ابراهيم بقيله سنه على سن التجنيد فارجوك وانت ماشي خده معاك وبدر له السنه دي عشان يحل محل اخوه ما تبقوش ناقصين واحد. تخيلوا بقى الأم العظيمة دي في منها كم أم في مصر؟ كل أمهاتنا في مصر في كل محافظة في مصر وكل مكان في مصر. فعشان كده بقول لحضراتكم أقسم بالله العظيم لو العالم كله وقف صف عشان يقدر على مصر ما هيقدر عشان هو ربنا اختصنا إن إحنا حائط الصد الأخير في الدنيا دي ضد أي مخططات. وأقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ما في مخلوق في الدنيا هيقدر علينا. شكرا ليك. ليا بس رجاء بسيط عند أبنائنا الأعزاء من رجال الجيش والشرطة البواسل من أبناء الكليات العسكرية. حافظوا على لياقتكم البدنية، حافظوا على رماياتكم، حافظوا على كل حاجة بتتعلموها عشان العالم اللي حطتنا في دماغه هيفضل طول عمره حطتنا في دماغه وهتفضل مخططاته الحقيرة دي موجودة وإحنا جيل بيسلم جيل والأمانة دي هتفضلوا حافظينها طول العمر. شكرا لكم. شكرا سياده العميد. اتفضل هاتوا حضره الضابط يخش. اتفضل. انا اقول الكلمه لكل شهداء. انا عمر صلاح عبد الله نفسي اكون متطوع في الجيش. انا عمر صلاح عبد الله جندي مقاتل جاهز للشهاده يا فندم. شكرا شكرا يا حبيبي. شفتوا جندي مقاتل جاهز دلوقتي ينزل للحرب. هو على فكرة هو بطل حقيقي وهو كمان بيجاهد في سبيل انه ينتصر على مرضه في السرطان. الكلمة الأخيرة للأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فليتفضل. السلام عليكم الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بتوجه بالشكر لإدارة مستشفى سرطان الأطفال على الدعوة الكريمة لي ولأبنائي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يشرفنا الحضور في هذا الملتقى الكريم في هذه الكوكبة العظيمة من أهل الفن وأهل العلم والجيش مصر العظيم. طبعا ما فيش شك أن الإرهاب الأسود هو آفة هذا العصر ولا توجد دولة واحدة في العالم إلا وتعاني من هذا الإرهاب. وقدر مصر أنها تكون في موقع استراتيجي من هذا العالم وبالتالي مصر مش بتحارب عن حماية لأمنها القومي فقط ولكن بتحارب نيابة عن العالم كما أوضح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات في كلماته قبل ذلك. ففي الحقيقة أنا عايز أبعت كلمة حب وشكر وإجلال لجنودنا البواسل اللي بيحاربوا دلوقتي في سيناء حرب مقدسة كما قال الأستاذ الدكتور حسن راتب.
لتطهير أرض مصر من الإرهاب الغاشم، وإن شاء الله ربنا ينصرهم على هذا الإرهاب. في الحقيقة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دايما بتشارك في الأحداث السياسية اللي بتمر بها مصر والمنطقة. الكلية بتشارك بقوة في البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب وتدريب القيادات، وتعمل على تطوير مقرراتها دائما بما يواكب أحدث المقررات، بحيث أن خريج الكلية فقط لن يكون خريج قادر على المنافسة في سوق العمل، ولكن طالب صالح ينهض بوطنه وشريك في خطة التنمية المستدامة لمصر إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم مرة تانية، ومش عايز أطول في كلمتي لأن البرنامج واضح إن هو مزدحم. بشكر مستشفى 57357 على الدعوة الكريمة، وألف شكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق أقول لكم أني أحب هذا الرجل حبا بعيد المدى، عميق القرار قوي الصدى، أحبه فوق حدود الخيال وفوق الحياة وفوق الردى. حبي له لقضية، والحديث إليكم جميعا، أحبكم جميعا وأختصه بمحبة وتقدير وإجلال وإكبار. المثل بيقول، في مثل طلياني بيقول: Fra il dire e il fare esiste un lungo mare، يعني بين القول والفعل يوجد بحر كبير. المقولة عندنا أكثر جزالة، أكثر قدرة وقوة: ما وقر في القلب وصدقه العمل. أقوى بكثير وأجزل بكثير، إنما المعنى هو أن في العطاء قدرة، أن أنا أفقد دي قدرة، إنما أستمسك بالحياة واستمسك بالقروش، وكل شيء إلى زوال يا أصدقائي يا حبيبي اللي غنيت لهم طول عمري: يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج لإخواتي تلبس وتاكل والغيرنا ما نحتاج. اجعلني حبة تفرع وتبقى فدادين سنابل، تحضن فروعها الأيادي وتبوس جذورها المناجل، وابدر على الناس محبة وبسمة في كل دار، وإن مت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار. الوطنية فعل مش كلام، هذا الرجل وطني بكافة المعايير وبكافة المقاييس. عاوز تحية لشخصية مصرية نتمنى أن نكون مثلها. ربنا يبارك فيك، وأرجو لكم أن تفعلوا وتستنوا سنته. والحدوتة مش مسألة كم، هي مسألة كيف. أنا هغني لمصر وهتغنوا معايا لمصر.
كلمة مستحيل اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعده اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني منتك نعمل اسمع كل خطوة بألف جنيه يلي عاش حبك يا علي يلي عاش حبك يا علي يلي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل الإنسانية والسماحة الربانية كل واحد من ولادك في مجاله يساوي مية يلي فيك الإنسانية والسماحة الربانية كل واحد من ولادك في مجاله يساوي مية كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا يا مصر يا بلدي يا مصر